ايه لازم السياسيين لازم يتكاتفون ويصون ايد واحدة حتى ما يوقعون بين الدول بين الصراعات الدول، لازم يتكاتفون ويخلصون العراق من هاي المحنة ويصير العراق واحد ان شاء الله. ما نريد تفرقة ولا نريد طائفية، نريد عراق واحد ان شاء الله. والعراق بكل الأحوال يجب أن يأخذ احتياطاته، يجب أن يفكر مليا في أمن الاستراتيجي وأمن المستقبلي بغض النظر عن نوع التوتر الموجود بالمنطقة. يجب أن تكون كدولة، يجب أن تكون لها حسابات واعتبارات. لكن إذا ما استمرت القصة محصورة في قضية يعني الصراع التصريحات، يعني صراع التصريحات والتراشق الإعلامي، أعتقد أن العراق يجب أن يأخذ موقف الحياد، يبتعد عن الاقتراب من كلتا الدولتين، خاصة أنه إيران لها تأثير كبير على العراق والولايات المتحدة لها تأثير أكبر على العراق. لذلك الموقف الأفضل هو موقف الحياد والابتعاد عن الاقتراب من أي محور. أي انعكاس للصراع في المنطقة ستكون كرة نار كبيرة ستحرق الجميع. فلذلك أنا أتصور وما زلنا نقتنع صراحة على قناعة أن الإدارة الأمريكية لا تريد الحرب وإنما تهويل من أجل الذهاب إلى صفقة مع إيران. علينا نحن، لا يعنينا كثيرا الصفقات، علينا أن نجنب الوضع العراقي. نحن نحتاج الجمهورية الإسلامية من خلال حاجتنا إلى الطاقة، إلى الكهرباء، إلى الغاز، كذلك نحتاج الإدارة الأمريكية من خلال التكنولوجيا، وتوجد هنالك اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت في زمن السيد المالكي، وهي اتفاقية تعمل على تطوير العلمي والاستفادة عسكريا. نحن بحاجة بصراحة إلى ثقة من الأطراف بين الأطراف من أجل أن ننتقل لمرحلة بناء العراق الذي تأخر كثيرا. محاولة من أمريكا لتطويق وخنق المجموعات التي تمالي إيران، هذا قد لا يؤدي إلى النتيجة التي تريدها الولايات المتحدة بالنهاية، وهو إنهاء قوة إيران في هذه المنطقة. يعني إذا كان في العراق وسوريا وحتى اليمن، ثم قد لأنهم مسلحين عندهم مجموعات تتأطر بالإطار الديني أو المذهبي، وأيضا يتبع السياسة محايدة إلى حد ما، طبعا حسب الضغوط، لا يمكن أن يكون حياديا تماما. يعني الوضع العراقي لا يمكن تماما أن يكون محايد. ليس من مصلحتنا أن نكون مع الولايات المتحدة ضد إيران أو ضد دولة أخرى، وليس من مصلحتنا أن نكون مع إيران ضد السعودية أو ضد الولايات المتحدة.